يستفاد من قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أن على المذنب ألا يأمن مكر الله عز وجل، وأن عليه أن يحذر من الذنوب ولا يكن كالمنافق الذي وصفه ابن مسعود رضي الله عنه كما عند البخاري، وقد وصف قبله المؤمن قال إن المؤمن يرى ذنوبه كجبل يخاف أن يقع عليه، وأما المنافق فيرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا فطار.